بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، لم يعرف التاريخ كوكبة ربانية التفت حول نبي من أنبياء الله عز وجل كما هو الحال مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكتحل عين الدنيا بتلاميذ أوفياء كهذه النخبة المصطفاة، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر إلى قلوب الخلق فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب فاختاره لنبوته، ثم اطلع على قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أفضل القلوب فاختارهم لصحبته. ولكننا الآن نعيش في زمن انقلبت فيه القيم والموازين، وأصبح من أسباب الشهرة وعوامل الثراء والغنى النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطاول عليهم، بعد أن أصبحنا نعيش في عصر الحرب على الثوابت والقيم. ولهذا فإن موضوع حلقة اليوم هو الصحابة جيل قرآني فريد، من خلاله نتعرف على الصحابة عليهم رضوان الله وعلى منزلتهم وواجبنا تجاه هؤلاء الصحب الكرام، ومع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أخ أكرم. شيخنا المبارك الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه تحدث عن الصحابة في أحد كتبه تحت عنوان جيل قرآني فريد، فكيف ترون هذا الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فهذا الوصف من الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله وصف دقيق، لأن أهم ما يميز الصحابة أنهم تربوا على مائدة القرآن الكريم، نعم، وأخذوه ممن أنزل عليه مباشرة صلى الله عليه وسلم، فهم جيل القرآن وجيل السنة أيضا، أنهم تربوا على حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال هو السيد قطب أنهم كانوا يأخذون القرآن لا للمتعة ولا للتسلي، ولكن للتنفيذ، نعم، تنزل الآية فينفذونها على أنفسهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصحابي الأنصاري يقول رسول الله عندي حديقة بيرحاء أبو طلحة، ليس عندي يعني أحب ولا أنفس منها، نعم، وأريد أن أنفق، فأقول له اجعلها في قرابتي، نعم. القرآن يعني للتنفيذ المباشر. طيب، إذا كانت هذه إحدى خصائص هذا الجيل المبارك وهي أخذهم القرآن للتنفيذ والتطبيق، فما هي الخصائص الأخرى لهذا الجيل المبارك؟ هو خصائص القرآن تحدث عنها، يعني القرآن حينما حدثنا عن المهاجرين مثل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، نعم، أخرجوا من ديارهم فقراء لأفقرهم، إنهم ضحوا بأموالهم وتركوها في مكة، نعم، وهاجروا لله، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، نعم، عاشوا للعقيدة وبذلوا من أجل العقيدة وضحوا بأموالهم بعقاراتهم بأهليهم وأقاربهم بوطنهم. مكة لم تكن وطنا هينا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منه يقول: أما إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا، نعم، أن قومي أخرجوني منك ما خرج. وهكذا، نعم، كان موقف الصحابة، فهم مضحون بكل شيء. بعدها يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، نعم، ولا يجدون في صدورهم حالة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار الذين قيل عنهم أنهم يكثرون عند الفزع
ويقلون عند الطمع. نعم. فهؤلاء الصحابة جيل فريد فعلا لا 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 يولد. ومن أراد أن يعرف قيمة هذا الجيل فليقارن بين أصحاب محمد وأصحاب الأنبياء الآخرين. نعم. أصحاب موسى وكما قال لنقول لك يا رسول الله كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ومن قرأ كلمات سعد بن معاذ في بتاع والله لخط بنا هذا البحر لخضناه وراءك ما تخلف منا رجل واحد. ومن يقرأ مواقفهم في الغزوات نعم. كم ضحى هذا الجيل. لم توجد دار في المدينة إلا وقدمت بدل الشهيد شهيدين وثلاثة وعاشوا زاهدين في الدنيا عاشوا على الجوع. يعني كانوا يضعون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. ولما نصرهم الله عز وجل ضربوا الأمثلة للناس إن لم يكونوا من الفاتحين الذين يتخذون من الفتح لملء بطونهم واتباع شهواتهم. يعني كانت النساء بتطلع على شرفات المنازل تشوف إن الناس اللي جد ما شك التاريخ إن واحد طمع في واحدة أو اختطفها أو خدها لنفسه. جيل يعني لا نظير له. طيب فضيلة الشيخ إذن بهذا الوصف يعني الجميل الرائع الذي ذكره سيد قطب رحمة الله عليه وأنتم أضفتم هذه الأشياء ربما يتوهم البعض أن الصحابة عليهم رضوان الله يعني بشر معصوم على الرغم من أن القاعدة النبوية تقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بعض الإخوة أحيانا يحاول جاهدا أن ينفي أي خطأ يصدر من الصحابي حتى ولو صور. فما رأيكم في هذا؟ المبالغات دائما هي التي تفسد الحقائق الكبيرة. نعم. يعني أولا يعني لا يوجد مسلم يعني خصوصا من أهل السنة يقول بعصمة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وحده الذي قيل فيه وما ينطق عن الهوى. نعم. إنما الصحابة عندهم مجموعة فضائل لا تتجمع إلا في هذا الجيل. نعم. يعني إذا تركنا كلام الأستاذ سيد قطب وخدم القرآن نفسه كم قال في هؤلاء الصحابة أو سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وأعد لهم جنات تجري تحتها حتى التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأواخر سورة الأنفال الذين هاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وسورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره. آخر الآية في السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. لكن هذا التردي لا يعني العصمة. الرسول نفسه خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الآيات والأحاديث وبعدين التاريخ نفسه من الذي فتح الفتوح من إحنا في مصر من اللي فتح مصر عمرو بن العاص وإخوانه عمرو بن العاص وإخوانه نعم. وهو اللي وراء ظل وراء عمر لحد ما نعم. سمح له وراح بأربعة آلاف شخص وبعدين استمد عمر فأمده بأربعة آلاف أخرى وعلى رأسهم أربعة قال له الواحد من أربعة دول بألف يبقى معاك 12 ألف. حد نعم. يروح يفتح بلد يتبع الإمبراطورية الرومانية بثمانية ألاف يعني بأربعة بثمانية ألاف نعم. فمين اللي حفظ لنا القرآن وأخذنا القرآن من الصحابة مين اللي روى لنا السنن يعني وكل الذي يدرس تاريخ الصحابة يجد قمما من الناحية الأخلاقية من ناحية البطولة من ناحية الزهد في الدنيا من ناحية مكارم الأخلاق.
هذا دين فريد فعلا. طيب إذا فضلت الشيخ أنتم ترون أن هذه الأفضليات وهذا الترضي وهذا الثناء من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني العصمة بأي حال من الأحوال؟ لا لا، لكن في المقابل لا يعني التنقص من أي واحد منهم حتى وإن بدر منهم خطأ. لا يجوز. طيب هنا بقى هذا الأمر يعني يجعلني أقول لفضيلتكم، هناك شرذمة من الناس ربما يتطاولون على بعض الصحابة حتى ممن ينتسبون إلى أهل السنة، وهم يجدون في ذلك سلما إلى الثراء والشهرة والمعرفة بين الناس، فهل سب الصحابة يعد كفرا ترونه كفرا؟ قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. نعم. يعني لأنه سب الصحابة احنا نسميه ده قلة أدب يعني يعني ومبالغة في قلة الايه الأدب في السفاهة. نعم. يعني إذا كان مبني على أشياء يعني فيه بعض الصحابة، إذا كان واحد يعني بينكر صحبة سيدنا أبو بكر أو الرسول في الغار، أو واحد بيسب عائشة رضي الله عنها، واحد يقول في الصحابة أشياء لا تليق يعني يعني، فهذا يصل إلى الكفر. نعم. إنما هو فسوق والعياذ بالله. فهؤلاء الصحابة في الحقيقة يعني الذين يسبونهم هم أناس سفهاء وجهلاء. نعم. لو قرأوا هذا التاريخ وعرفوا ماذا قدم هؤلاء الصحابة للأمة لا عرف قيمة هؤلاء الصحابة. هو جرت فتن، وهذه الفتن يعني حدث فيها أشياء، حينما تحدث الفتن تشتبه على الناس كثير من الأشياء. أنا سنقف يعني وقفة تفصيلية عند موضوع الفتن، ولكن أود أن نركز على قضية سب الصحابة وخصوصا كبار الصحابة، لأننا نعيش في زمن يتقرب الناس إلى بعض إلى الآخرين بهذا الأمر، ولكن هذا ما نستمع إليه إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.